على وقوة نزول فربنا عالم بالناس ما هو الحمد لله نزول ما فيش نزول انا بعرف الناس الاسبوع اللي فات هيجي نزول تاني ما فيش نزول حاليا حاليا السوق مسك نفسه تاني لان الجو اللحم كان نزل 10 جنيه رجع جابها تاني فقلت انا قلت لكم الاسبوع اللي فات الجو لو نزل اللحم لو نزل 5 جنيه هتلاقي السوق اترس لحم اول كان زي ما متعودين صلى على الحبيب برضو عرفت المشاهد برضو الاسعار ماشيه عامله ازاي والدنيا عامله ازاي برضو الاسبوع اللي فات قلنا الاسعار هتمسكها في 3 برضو وانت نفسك سبحان الله زمان قلت قبل كده برضو احنا شعب الدنيا غاليه وبتاع الدنيا كلها تفاحت عشان تعرف الناس فين واقفه ازاي وبرده مصلحه برضه الاسبوع اللي فات الجو خرج شويه خلى التاجر خلى اللي بيبيع بهي مزاجه وحش والتاجر مزاجه وحش كان عنده يقتنع لكن الجو هيرجع وكل خاف بس بحب شيء اطمن الناس يعني الحمد لله شكو كان مثل اللحمه نزل 10 جنيه الاسبوع اللي فات رجع جابه تاني عرف الشباب برضه الاسبوع اللي فات سبحان الله كل يوم وقف كل يوم وقف شقه الدنيا برضه سبحان الله ربنا يمسك نفسها برضه تاني سبحان الله كان السبت المصورات عرض حضراتكم الحاج اللي فات قلت لكم اجي نزل 3000 هنا كانت نزل 3000 دي عرض وطلب كل يوم وما فيش حاجه الاسعار جت تاني برضو هنعرض برضو على الاسعار اللي معانا برضو معانا اسعار ارخص من اي حد فضل من الله معانا النهارده براونات معايا الناس اللي طالبه مني براون وسيليكان هوريهم برضو جميع الناس برضو على تحت امر اي حد عايز اي حاجه تحت امر رقم التليفون صوره 15-0-721-94-13 تاني برضو الكلام ما صلى حبيب قلبك أرجوكم الصلاة على النبي هون برضه الأول كلامنا زي ما احنا قلنا يا جماعة أنا عرفتوا الأسعار أهي معايا البيرون الأصل أهو البيرون الأصل أهو صلاة النبي أهو عامل 18000 ونص والسيميتال عامل 16 ونص أما أقول بيرون أقول سيميتال عارف أنا بقول إيه مش بختار على الصنف الناس اللي طالبة مني السيميتال والبيرون أهو السيميتال الأصل أهي والبيرون أهو طبعا يا جماعه احنا هنا بشتري حضراتكم مفيش حد بيعمل لنا مخاطب كل حد في رجله كده بيستسهل بس انا معايا اصل اهو السيميتال والبراون اهو السيميتال الاصل اهو والبراون اهو فضل من ربنا عند واحد تاني ب 20000 السيميتال ده معايا برضو ثلاثة دوره هم بتاعي اصلا اهي اهي لوشتام اصلا اهي مش لوشتام اللي نبقى بيابا خليطه لوشتام حاجه بس حاجه نضيفه ما احترمكش مش لوشتام بتاع المزارع انا قلت واحد واثنين وثلاثه مليون ما بشتغلش في مزارع انا شغلك على الله بتاع ايد الفلاحه بتاع اللي هو اصناف بس كل فلاح يستعمل عليه جونا ومناخنا اهو معانا اخر برونة اهي عامله 15 ونص الصنف اهو فاتحه هي الاربع حلبات الاربع حلبات يا جماعه ده عجل برون اصلي يا جماعه الاربع حلبات اهي الصوره اهي بتاع 10 تيم اهي وقف يا ابني عامله 15 ونص اهم حاجه فاضي او مشغول تصلي على الرسول بس برضو يا معلم حسن برضو اهم حاجه فاضي او مشغول تصلي على الرسول واصل الله يصلح لك يا عم حسن ابو ياسين اهو الله يصلح لك يا عم حسن الراجل برضو الراجل واخد مني عجلين برضو يا جماعه برضو فاضي او مشغول تصلي على الرسول اقراك في القرفة يا عم حسن بالله عليك احسن قرفة يا عم برام ربنا يبارك لك الله يصلح لك يا عم حسن الله يبارك لك الله يصلح لك يا حبيبي الله يصلح لك يا رب الله يصلح لك يا رب معايا انت برضو اهي عامله 15000 اثنين مساش والاربع حلبات هم يا جماعه هم يا جماعه برضو اعرف الناس برضو الناس قلت لان الجو كان الاسبوع اللي فات رجع انا قلت ده هيرجع وكله قال يقول لك السوق هيرجع السوق هيرجع بطمن الناس لان الناس برضو كل واحد مدخل باين برضو مبلغ وقدره فالناس على الله لما يكون جايب من نظم 200000 وتلاقي الجو رجع عليك ب 150000 لازم حاجه تزعل لانك جبت كل قش من ده اطمنك واطمن حضراتكم كلكم الجو بسم الله ما شاء الله مسك نفسه تاني لان برضو انا قلت لكم مره واثنين عشان اعرف الناس رخص ايه وغلى يعني برضو هكلمكم دلوقتي في حاجه تانية ومعانا ده رؤيا باشا ابن 10 ايام اهو عامل 15000 اهو اهو عارف برضو يا جماعه الناس برضو الاسعار معايا اهو واحد براون اصلا اهو بس اقسم بالله يعني شروه انا اقسم بايات الله اقسم بايات الله دول عاملين 37 ونص ده برضو عامل يعني ده ب 21 انا اسعاره وده واقف على 16 ونص او 17 و20 ونص اه براون اصلا اهو دول شيء غالي ده براون دايما بيغلى شويه برضو يا جماعه يعني الناس برضو كده على في النص لا انا كده بص بالدفه بص بالدفه
عرب برضو يا جماعه حقيقه الدنيا ماشي عامله، بس برضو اللي رشحنا في الكلام مع احترامي في واحد برضو كل تعليق اللي برضو يقول كلمه صح انت غلط برضو تحت امر اي حاجه. السوق يا جماعه الناس مبسوطه جدا، الجو هيرجع وهيرجع هيرجع ازاي؟ انت يا كمشاهد دخلت بين النهارده ب 200,000 عاوز السوق بتاع ايه؟ ما انت لو رجع ب 150 انت خسران. يعني انا النزول اللي كان حصل نزول كان بقى كارثه. الحمد لله والشكر لله الاسبوع اللي فات عيد نص 2003 طلعت على مزيكا ناس ثانيه بتعرض هذا الجو ما تهزش. عاوز اقول لك انا الاسبوع اللي فات قلت نزلت 3,000 وبقيت بين الاسبوع اللي فات على نزول 2003. جت الاسبوع سبحان الله ربنا مش عاوز يضيع تعب الناس، ربنا مش عاوز يضيع تعب حد على الفاضي، لان الجو لو كان نزل انت كنت هتزعل وانا ازعل وغيرك هيزعل لو الجو نزل، فربنا عالم بالناس. ما هو الحمد لله نزول ما فيش نزول، انا بعرف الناس الاسبوع اللي فات عيد نزل ما فيش نزول حاليا. حاليا السوق مسك نفسه تاني لان الجو اللحم كان نزل 10 جنيه رجع جابها تاني. فقلت انا قلت لكم الاسبوع اللي فات الجو لو نزل اللحم لو نزل 5 جنيه هتلاقي السوق اتلس لحم، ودي اللي حصل من الكلام مقتدى كلام صح. الاسبوع اللي فات كان في خير يحصل الله الناس خايفه تقول لك السوق يرجع، بس هو رجوع يا جماعه مدى قريبه تصيب على كل اللي انا بهايم. هترجع ازاي وانت مدخل فين في الغلا زي ما قلت لك دخل عجل السبت من الاسبوع ب 20,000 عاوز ترجع ازاي؟ انت بتتفرج عليه عاوز ترجع عاوز السوق يرجع بتاع ايه؟ لو رجع كان بقى نصيبها ليك والقبل انا الحمد لله هشتري العجل ب 10,000 هشتغل العجل بقى ب 100,000 هشتغل. انت كمربي كنت هتزعل قبل مني. انا بعرف الناس برضه اللي كانت فرحانه للسوق رجع، واحد برضه كتير في التعليقات قال البقره هترجع ان شاء الله ب 30,000 تاني. مع احترامي ليك 30,000 ايه النهارده بوم ايه؟ ده بوم يابا نقطه تجيب بوم خارو فين؟ انت كنت في تعليقك ان شاء الله البقره ترجع 30,000 تاني زي الاول. ما ترجع لي كل حاجه 30,000 والثلاجه بقت ب 50,000، 30,000 والطن حليب بقى ب 70,000، ترجعها بتاعت ايه؟ عشان انا هكلمك دلوقتي بقى اللي بقى حطيت تجيب نص طن حليب ده اللي بتتفرج عليا. ما هو ربنا عالم بالناس اللي الجو ما تهزش، الجو تهز الاسبوع اللي فات، وطلعت الحمد لله قربت قلت العيد نزلت 3,000 ونزلت 2,000، رجع تاني السوق مسك نفسه النهارده الحمد لله. انا بعرف الناس حقيقه الدنيا ماشيه عامله ازاي. مش زي القنوات الثانيه بتعرض مع احترام لاي حد، بعيد مره واثنين وثلاثه انا ما بهنش في حد ولا بغلط في حد، مع احترام اي حد. الناس طلعت ثاني ما قالتلكش البيان رخصت، قالتلك السوق ماسك نفسه زي ما هو، انا بعرف كل حاجه بعرف المشاهد، الحمد لله ما خدتش مني. انا عاوز اقول بكلمه انا بيها النهارده 30 حكم، عاوز اقول بكلمه مش لازمني نت. اللي يسمع كلامنا يا جماعه يصلى على النبي في قلبه. ربنا انا بعرف الناس حد الدنيا تاخد مني ما تاخدش كتير انيه جوه، بس انا بعرض العرض اللي هو برضه المطلوب منه الطري حاجه برضه على قد ايه؟ اعرف المشاهد الدنيا حاجه الدنيا ماشيه عامله ازاي؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.